الله كان يعني يقعد يقول معروف. لي اه كان بالظبط. بيلبس بنطلون على طول عشان بيخاف مننا من الحسد. لا وبعدين اينو مره في الانجليزي بسم الله ما شاء الله، يعني مره بتخانق مع واحده بالانجليزي قال لا بتعلي صوتها فبيقول لها فوليوم نو فوليوم. ما تعليش صوتك. طب صوتها اصلا عالي ليه؟ وهي اصلا صوتها يعلى ليه؟ والله وهو يقول لها كده ليه؟ ده احنا كنا مسافرين، كنا في كينيا العظيم. تقريبا ايه؟ انه من الناس مش فاكر والله العظيم بالظبط. هو بيحب ينكش. ايوه هو بيحب النكش صراحه، هو مؤذي. وكان على طول هو يعني بصي هو من اخف دم الناس في الفرقه بصراحه، والواحد بيتشرف انه كان موجود مع